بداية نشرتنا اليوم السبت، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والتنسيق مع الشركاء بما يخدم السلام والاستقرار العالمي والإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، موضحا أن سياسة الدولة في علاقاتها الدولية قائمة على التوازن وتوسيع القاعدة المصالح مع دول العالم لخدمة أهداف التنمية الوطنية والسلام والاستقرار في العالم. جاء ذلك بمناسبة مشاركة صاحب السمو رئيس الدولة في القمة المشتركة التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مدينة جدة. وأشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن الشراكة بين منطقتنا والولايات المتحدة الأمريكية تمثل قاعدة صلبة لوضع أسس قوية للتعاون المثمر، بما يفتح مجالات جديدة للعمل ويعزز الثقة المتبادلة خاصة في القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الإقليمية والدولية.